هلو هلو، ويلكم باك. ده الاوتفيت اللي اتعمل له انلوك لما كملنا 7 ليالي في الهانتد هاوس من غير ما نموت. المفروض ان هو فورميز، وهو اساسا هو ده نفس الاوتفيت اللي قدري لابسه، بايت لابس منه لون الاحمر. شكله مش سيء قوي على ريفا، توقعت هيبقى شكله ابشع من كده. I do like it. I think اللي خليها تلبسه تقضي بيه الشغل كم من مرة، و I might اني اديها اوتفيت تاني على اساس تبدل ما بينهم. Perfect. So ده اوتفيت وده outfit تاني، طبعا نفس like I said نفس لبس قدري بس لون مختلف لأنها بتحبه، so قررت إنها تلبس لبسه بلا 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 whatever. Oh wait، بيطلب مني أدخل له اسمه. What do you mean؟ هو عنده اسم أصلا. Oh this is weird، ليه مش حاطين اسمه already؟ Oh interesting، محطوط هنا sim 2 مش محطوط الاسم أصلا. That is very interesting. المفروض اسمه الكامل Claude René de Planche قدري، so I think إن أسميه Claude Guidry. Yeah, sure. Alright، وهتبدأ الجيج دلوقتي كمان دقائق. Yes، هينا هنروح. البرفورمانس بتاعها poor للأسف عشان العك اللي حصل آخر مرة، but المرة دي هتروح لجيج سهلة، المفروض هتعملها بسهولة مش هتسبب لها مشاكل. أول حاجة لو سمحتي change your outfit. This is a weird house. What the frick. Riva is on the case. فين الناس المفروض عايشين هان؟ What the frick is going on؟ احنا جايين لبيت فاضي والمفروض تتخلص من الحاجات مع نفسنا. تعالي ريموفي الهان، تعالي ماب السلايم او whatever اسمه يجو something، وريموف الشيء ده كمان، وبعدين نتخلص من السبيكترز. ask to leave. يعني كل حاجة ماشية تمام، مش خايفة ولا اي حاجة، thank god عشان العك اللي حصل ما يتكررش. also تعالي ريموف الشيء اللي هان، وتعالي ريموف الشيء اللي هان. السبيكتر ده رفض ان هو يمشي ولا ايه النظام؟ لأنه قالت له امشي ممشيش. خلينا ask this one to leave. almost خلصنا ال easy gigs مرة مرة سهلين. I wonder الحاجات الهارد هتبقى شكلها عامل ازاي، لأن احنا جربنا المستوى الميديوم المتوسط وكنا فشلنا فيه فشل فشل مش كويس أبدا. so I do wonder المستوى الصعب هيبقى شكله عامل ازاي بالضبط. yeah it's gonna be عن جد hard but I'm excited. yay خلصنا، خدنا 750. so go home directly. See the easy is so freaking easy. تحسوا ما فيش تناسب بين السهل والمتوسط، يعني المتوسط I don't know. المهم ان احنا رجعنا ومرنا تاوي. البرفورمس بقى اوكي دلوقتي. على طول هاجز جيك تانية. You think نجرب حظنا في الميديم تاني؟ I think اني هجرب حظي في الميديم تاني. Because why not؟ خلينا نجرب. Alright، في هذه الأثناء هخليها تيجي كالعادة تشتغل على الأسبريشن بتاعها عشان تاخد نقاط وتاخد البريف ومش عارفين، تعرفين النظام ده كله. محتاجة تكتب 5 good books، خلصنا منهم واحد بس. So دلوقتي شغلتها في الحياة إن هي تقعد تكتب تحكي قصص عن الأشغال اللي بتروحها والعفاريت اللي بتقابلها وبتاع عشان توثق مغامراتها في الكتاب اللي بتكتبه. I love إنه هو قرر إن خلاص دي غرفته وده سريره. So funny. بدأت الأكتيفيتيز، بدأ العك يحصل. remove the creepy doll please. oh no love day was awful. what بتاع قدري بس لأن خليت ريفا. ريفا love day بتاعها كان successful لأن قدري وقتها ما كانش لسه نضاف للهاوسولد فما خليتوش يخلص حاجة من الحاجات. but it's fine. it is fine. okay هنروح للشغل الميديم دلوقتي للمرة التانية. محاولة رقم 2 إن احنا نعمل الجيج المستوى الميديم أو المستوى المتوسط. ربنا يستر والدنيا تمشي تمام وما نفشلش فشل ذريع زي المرة اللي فاتت. في شقة interesting ومن البداية كده من برا اساسا الحاجات ما قبلانا من برا. سو خلينا نتخلص من الحاجات دي اساسا قبل ما ندخل. اصلا لما نتخلص من حاجتين اتليست الشريط هيمشي شويتين قبل ما ندخل جوه نشوف العفاريت على اصولها. ويت لا ما تخلصيش من ده، تعالي قبل ما she's scared now. ما نقدرش نجيبه هان لاننا في الشغل. يا خسارة، كنت عاوز اجيبه ويخليه مثلا يساعد أو تقول له oh my gosh قدري I'm scared أعمل إيه أو أي حاجة يساعدها بأي أسلوب. لسي خلينا نحاول ن ask to leave ونشوف إيه اللي هيحصل. لسي خلينا
نعمل محاولات هنا. محاولات. No, I don't think إنه مشي. خلينا ask to leave التاني. We will try. This is some kind of nightmare. I know. مش عارفين نتصرف. عمالين نكلم العفاريت والعفاريت مش راضي يسمع كلامنا. I think إنه في واحد من السبكترز عن جد سمع كلامنا ومشي. That's nice. At least مشي الشريط شويتين كمان. That is good. She's still terrified though. سألته تاني وممشيش. خليت أسأله كمان مرة. وبعدين نحاول مع الأخ الثالث اللي هان. Ask to leave انت كمان. No, مش راضين يمشوا. That's not good. طيب let's try present offering. Maybe لو ادينا له هدية هيحبنا ويسمع كلامنا ويمشي وبتاع. وما عجبتوش. No, ادانا thumbs down. Oh, that's not good. طيب خلينا نعمل watch specter. I think هو الخيار الوحيد اللي ممكن نعمله. احتاجتها مرة راحت فيها. نص وقت الشغل راح وما عملتش progress في الموضوع. Yeah, that's not good. وما نقدرش نتخلص من حاجات. يا اخي عاملين عن جد المستوى الميديم مش ميديم ابدا. عاملينه صعب. اوه ويت، معانا شموع ممكن نستخدمها. انا عبقرية قوي. طب ما انا ممكن اسحب لي احطها هان واخليها تيجي جنب الشمعة. 4 minutes وده ملوش وقت اساسا، هيضل للابد. 0 minutes اوكي. But لساتها terrified though. لساتها terrified. What do I do? Ask to leave again? Nope, مش راضي يمشي برضو. Maybe لو حطينا شمعة كمان. Maybe شمعتين هيساعدونا. Maybe شمعتين هيعملوا حاجة. Maybe شمعتين هيفرقوا شويتين. Nope, لساتها terrified. لا وعمال يزيد. Oh, of course. Temperance قررت تظهر كمان. I did not know إن temperance ممكن تظهر في الشغل. حطينا الايتم ده هان ومش بيعمل حاجة. Oh, هيولع. Okay. Temperance get the freak out. يعني احنا ناقصين اساسا. احنا ناقصين. Already terrified. مش عارفين نعمل اي حاجة. ناقصينك انت كمان. Oh my gosh, this is not good. يا عملت فيها شجاعة وقلت يلا ناخد ميديم تاني نحاول مرة تانية. Oh my gosh, not good guys, not good. يا ريتني خدت ايزي وخلاص. الكده البرفورمانس بتاعنا هينزل للبول تاني. Oh wait, مشي. Wait a minute, خلينا نأسك this one. طيب اوف فضل وقت. فضلش وقت اساسا. فضل ساعة و 14 دقيقة فقط. طيب ايه فايدة بلا السيكريت كاندلز دول لو مش بيدونا اي فايدة في الحياة؟ ما زالت terrified. مش قادرة تعمل اي حاجة والانرجي رايح فيها وجعانة. اوه هيمشي. ادانا thumbs up though. اوكي can we do something. تعالي اقفي جنب الشموع. maybe هترجع تطمن تاني بما ان اوه عمال ينزل لان السبكترز اختفوا. يعني الحقيقة ما نلحقش. فضل 48 minutes. اوه عاوز اشيل الحاجات دي so bad. السكرت كانز مش راضين يعملوا حاجة. that's so annoying. لو قربنا منهم شويتين كمان. no I don't think انه هيفرق. لانه already نعتبر ان احنا معاهم in the same room او في نفس الغرفة. but لساتها terrified. yeah فضل 32 دقيقة. oh دخلنا في فصل الصيف. fun. oh gosh, not good. رجع الايتم دهان. yeah هنفشل مرة تانية. that is not good at all. يعني حاطين شموع وبرضو مش عاجبها ولساتها terrified. وده عمال ينزل وبرضو مفيش فايدة. المشكلة انه هو just one buff مديها scared plus 4 عشان كده مخليها terrified مش بس scared. oh my gosh, gig failed. That's not good. خلنا zero samoyans again طبعا لأننا failed. stay on lot طبعا على ما لم الحاجات بتاعتنا. what the frick. okay go back home now. oh my gosh حتى مش قادرة تروح home. are you kidding me Riva. خلاص توبة. there's no freaking way اني اجرب تاني الميديم gig من غير ما ناخد البريف تريت. خلاص كده بضيع وقت على جد على الفاضي. والperformance يب رجعنا poor تاني. كان قرار سيء من جهتي. but it's fine هنعوض كله. It's fine. تيجي دلوقتي تكتب كتب تحكي عن الاكسبيرينس الصعبة اللي عاشتها والأوقات المخيفة اللي مرت فيها. and هتزيد نقاط وتجيب البتاع البريف تريت. yeah we're almost there. حوالي 400 نقطة ونقدر ناخد التريت. فضل لنا 3 كتب كمان ونخلص النقطة دي. yeah we're doing good. oh my god أخيرا جمعنا النقاط. holy freak هناخد البريف تريت أخيرا. oh my gosh finally freaking finally. قعدتها يومين ما تاخدش جيجز قاعدة بتكتب. hopefully ده هيخليها تعرف تعمل الميديم. خلينا ناخد ميديم جيج. هتبدأ كمان ساعة فن. اوكي استخدم جيج دلوقتي وهتبدأ دلوقتي basically. احتياجاتها كلها كاملة. maybe خليها تنام شويتين لانه دايما طاقتها بتنتهي وقت الشغل. سو خليها تنام الساعة الفضلة. كتبت كتب كتيرة. خليها تعمل لها publish كمان عشان تجيب لها فلوس لانه كل شوية التويلت عمال يخرب ومش عارف ايه. وخليها تريبليس مش ريبليس.
ريبير، وبالتالي فلوسها عمالة تخلص، وطبعا الجيجز عمالة تفشل وبتاخد زيرو من الجيجز، الفواتير حتى مش عارفة تدفعها. So I think اني اخليها تبوبليش الكتب بتاعتها تجيب لها شوية فلوس. دلوقتي هي مش خايفة من حاجة so far. Let's see الدنيا تمشي ازاي. Ask to leave، وبعدين هتتخلص من الميستري سيمبلز اللي على الارض. Never mind مش هتتخلص منهم. Come on ريفا اسمع الكلام. Goosebumps اوكي مديها scared بس مش هتي تتخلص من السيمبلز. ليه لازم اقولك مليون مرة يعني annoying. تعالي كسري الشيء ده. She's tense. Oh okay scared مش terrified. Alright alright ده احسن بكتير من terrified. At least هتقدر تتخلص من الحاجات دي، مش لازم نتكلم السبكترز. لو تخلصنا من الحاجات دي هننجح في الجيج I think، لانه yes البار عمال يمشي. المشكلة انها مش بتخلص الاكشن للاخر. What the frick. اقول لها الحاجة تعمل نصها وتسيبها. Oh my gosh يعني بقالك نص ساعة قاعدة تمسحي وفي الاخر برضو ما اختفتش. Oh my gosh Reva come on do it please. خلينا مرة ننجح في الميديم. السبكترز عمالين يخوفوها كل شوية. I think اني احاول اخليها تعمل ده مش هادي يختفي ليه. What the frick. Can you do science circle هنا على الفرشة. تعالي خرب لهم فرشتهم. وبعدين خلينا نعمل perform ceremony. Yes please. Hopefully ينجح برضو. برضو لغت الانتراكشن. برضو كل ما أقولها تعمل حاجة ما يكتملش الآخر. I don't think إني هسرع سرعة الجيم. I think إنه بيخلي الدنيا تجلتش out which is so stupid. But yeah hopefully لو خليت نمشي على السرعة الطبيعية الحاجات مش هتروح تتكنسل كل شوية. لسه معنا أكتر من نص الوقت ده. So we're good kind of. عاوزة أضغط على two speed so bad. She wants to go to the toilet برضو. Hopefully برضو ال science circle مش تجلتش عاوز زي المرة اللي فاتت وتوقف الدنيا كلها. So far الشريط عمال يمشي. 5 سبيكترز في البيت. لسه في حاجات برا كمان. في بتاع هنا. Oh my gosh الأصوات. Did she finish? I don't think إنه finish لأنه ما جناش برضو notification بتاع Oh my gosh use the toilet. طيب literally مش بتعمل حاجة مع إنها مش terrified. نيجي نكسر الحاجات البرة. Maybe ده هيساعد شوية. في حاجة كمان هان. Yeah I can't. لازم أعلي السرعة شوية. في ضل هنا كمان ممكن نكسرها. Oh my gosh رايحة تركب البايك عشان تمشي المسافة دي. Wow holy frick man. Holy frickity frick. Okay تعال تخلصي من الضل برضو. So far so good. البار عالي أمورنا كويسة وفي برضو حاجات ممكن نتخلص منها. يعني السينس سيركل فيها جليتش مش بتكمل. I don't know why. I do not know why. يعني احنا دلوقتي معانا البريف تريت وبيرلي قادرين نخلص الشغل. أمال لو أخذنا المستوى الصعب هنعمل ايه بالظبط؟ الرايت ريفا فضلك شويتين وتخلص الجيج. كمان بليز تخلصي من الحاجات. I think ان احنا لازم نخلي at least one سبكتر يمشي عشان نوصل البار للآخر وتكتمل الجيج. لازم اكلم واحد منهم. Ask to leave. ده مش راضي يختفي. هي اختفى. لسه بفاضل نقطة برضو. في حاجة تانية ممكن تخلص منها. اوكي جود جود جود. عشان لو ده رفض ان هو يمشي at least يبقى عندنا action تاني نعمله. Oh my gosh اللمبات. I think انه ده thumbs down لانه مش راضي يمشي. Yes oh my gosh خدنا 1500. That's good. Okay go home. Get the frick out of here. Yeah I'm so curious المستوى الصعب هيبقى شكله عامل ازاي لانه حتى ومعانا البريف تريد this is so hard. Sell to publisher. Oh my gosh كمية الكتب اللي كتبتها. The most recent book that Reva wrote has been nominated for an award. Oh my gosh that's awesome. متوقعتش ابدا انه ده هيحصل. But hey كتابها هياخد award او مرشح انه هو ياخد جايزة او كده. That's fun. الرويالتيز بكرة هتبقى متعبية. هتبقى لستة طويلة عريضة. ما نقدرش نباي البيلز لسه. فاضل شويتين ونكمل الفلوس ده. So we're doing good so far. الناس بتبدأ تصحى وهي بتروح تبدأ ليلتها. عندها باف جديد. Busting makes me feel good. From completing a paranormal investigator gig. Nice ريفا تستحقي. تستحقي ريفا النجاح اللي انت عايشة فيه. Also بما ان احنا اتصلنا على 7 ليالي خلاص I think اني هديسيبل الهيرويك مود عشان يبطلوا الاشباح يكتروا في البيت لانه بيزعجوني لما بيقعدوا يجوا البيت كل شوية وبخليها كل شوية تعمل perform ceremony. It just خلاص already نجحنا في 7 ايام مش
عاوزين عك طول الوقت، لاني عاوزاها تركز على الجيجز وان هي توصل. اوه احنا لسه بور ليه كده؟ احنا نجحنا في الميديوم، what the frick. قدري مخليه عمالة ينظف البيت، يتخلص من الكرست اوبجكتس، يطبخ. لسه بقول يطبخ وهي مطلع اكل تطبخه. طب ليه ما اخدتيش ليفرز؟ طيب وهو اساسا الحلو في الموضوع ان هما مخليين قدري ماكست اوت في السكيلز دي كلها، هما اوريدي اللي مدين له الحاجات دي كلها، مش انا اللي مخليها يعمل الحاجات دي، which is so freaking cool. اوه اخدنا 430 في الرويالتي، شايفين الليست شكلها عامل ازاي؟ that's perfect. think انه كده معاها فلوس كفايه انها تباي البيلز. yes finally oh my gosh just in time thank god ان انا بعت الكتب بتاعتها كلها. محتاجين ناخد كمان جيج. do we wanna try الاكسبرت ولا نجرب واحده كمان ميديوم؟ I think نجرب واحده كمان ميديوم، at least نعلي البرفورمانس بار شويتين. why بتعملي مين interaction معاه؟ be nice Riva be nice. alright هنبدا شغل جديد. اوه جايه بالبايك حضرتها. let's see في حاجه ممكن نعملها برا. يب في حاجات كتير ممكن نعملها برا قبل ما ندخل. so تعالي ريموف الاشياء كلها. oh my gosh الحديقه البرا كده لوحدها already مليانه already. شوفوا البار وصل لحد فين من غير ما حتى ندخل البيت نفسه. yeah I think ممكن نجرب نتكلم مع واحد من دول. خلينا نعمل watch. I think لما بنwatch الاول بيبقى فرصة ان احنا نتكلم معاهم او نطلب منهم طلب بتبقى اعلى شويتين. I think I'm not sure but we'll see. doesn't seem to want anything to do with you. offering something special. okay عاوز نديله something. so هنديله اخر I think اخر dipped candle. yes اخر dipped candle معانا. whoops خليت قدري يعمل كم candle دول بس للأسف نسيت انقلهم الانفنتوري بتاعته للانفنتوري بتاعتها. so راحت علينا. هو رفض الoffering ولا ايه النظام؟ no مش عاجبه ده هيك. can we ask to leave؟ طيب maybe هيوافق يمشي، مع انه ما اعتقدش هيوافق يمشي but خلينا نحاول. oh قال yes wait ادانا thumbs up. oh actually مشي that's nice. وقريدي ظهرت حاجات تانية هان so خلينا نتخلص منها. ممكن نعمل سيانس سيركل على الارض الخارجية كمان مش بس جوا البيوت. حسني مش عاوزة unlock on door اساسا طالما احنا برا. المود كويس ما دخلتش في مود ان هي scared ولا حاجة. so let's try ان احنا نكريت سيانس تيبل برا سيانس سيركل and نperform ceremony ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. so far ما قالهاش اساسا ولا حتى scared buff ولا اي حاجة. she's good. المشكلة لما بتعمل perform ceremony الانرجي بتاعها مرة بيروح فيها which is not fun. لحد دلوقتي ولا مرة عملنا perform ceremony في شغل ونجح، ولا مرة جات لنا notification انه الceremony نجح او حاجة. but I think البار عالي قوي. اي object كمان ظهر so تعال نتخلصي منه. oh my gosh she's so tired now. I'm not sure اذا كان perform ceremony خيار حكيم ولا لا لانه عن جد بيخلي الانرجي مرة رايحة فيها. oh can we summon Gidri حتى هو في الهاوسهولد بتاعنا لانه ما نقدرش نخليه ييجي دلوقتي. oh that's interesting اول مرة اخد بالي ان احنا ممكن نسامن Gidri. the seance was interrupted. ooh interesting بقى دلوقتي too uncomfortable ما تقدرش تعمل حاجة. so okay تعالي ناكل دور اتليست نخليها تروح الباثروم. فضل لنا النقطة ونخلص ده. لو لقينا اي objects جوا maybe هانفست in a coffee machine وخليها تشرب. اوه خلصنا اخليها تشرب قهوة قبل ما نيجي قبل ما نروح لاي شغل يعني على اساس يديها boost of energy شويتين. maybe دي هتكون فكرة كويسة. بس طبعا كالعادة رجعة ومنتهية تماما عاوزة تروح مباشرة على السرير. اوه كان في حد بيحاول يطبخ حاجة هنا ومكملهاش. I find it so funny ان الghosts عندهم نفس النيز بتاعت أحياء عادي. بيحتاجوا يأكلوا بيحتاجوا يروحوا التويلت والهيجين بتاعهم بيقل بيحتاجوا يناموا. just it doesn't make any sense. I would understand لو كانوا خلوا لهم مثلا الفن والسوشيال نيد بس وحاجة تانية خاصة بالجوست غير ثلاثة بتوع الهيومنز. but hey Sims freaking 4 man. yay بقى عندهم كافي ماشين. fun هديها جيج صعب. اوه لسه البرفورمانس بور but at least السم مش في الاخر خالص في النص او قرب نهاية الاحمر يعني. that's hard. speaking of hard خلينا ناخد hard جيج نجرب. yeah I'm super interested صراحة اشوف
مستوى هيبقى عامل ازاي، لانه like I said so far الميديم ما هوش ميديم ابدا، حاسه انه هو صعب شويتين شويتين ثلاثة كده. ياي الرويالتيز صحيح معاها كتب زيادة ممكن تعمل لها. او هلو ليه مش جاي لها خيار؟ او ذاتس انترستينج، ها فين الكتب اختفوا؟ كانت كتبت كتابين زيادة او حاجة اختفوا، او شكل لما سافرت اختفوا من الانفنتوري لما راحت للجيج. ميبي لو قفلت الجيم وفتحتها تاني او قفلت السيف فايل وفتحته تاني هيرجعوا يظهروا تاني، but for now اختفوا. so yay for us في حد سرق الكتب مننا. كانت حاطة معلومات مهمة عن القص وقرروا ان هم يسرقوا الكتب منها عشان ما حدش يعرف المعلومات الخطيرة والاسرار بتاعتهم. دي الستوري اللي هنروح معاها because fun. احسن من انهم اختفوا عشان الجيم عبيطة. right right خلصت كتاب كمان. excellent quality very good. عاملة so good في الاسبريشن by the way، مع انه ما هوش الحاجة اللي مركزين عليها دلوقتي خالص. اخدنا البريف trait and everything is fine but I think it's fun انه دايما يبقى في goal عاوزين نكمله او حاجة. عملت publish للسبع كتب، فاضل ثلاثة بس. لو ما كانوش اختفوا اللي اختفوا منها كان زمانها خلصت دلوقتي النقطة دي كلها، but hey وفضل لها تكتب ثلاثة excellent books وتبقى تخلص التير ده كله من aspiration. fun fun fun. خليها تيجي تpublish الكتاب قبل ما يختفي. she's doing so good so far. كل احتياجاتها قشطه، خليها تيجي. actually مش فاكرة المرة اللي فاتت كنت قلت لكم انه ما نقدرش نوهو مع الجوست، but apparently الجوست ممكن هم اللي يبدأوهو. ما جربتوش but at least الخيار موجود. so let's try it together. كل احتياجاتها تمام استعدادا للهارد جيج. سبيكترز حمر من اولها. دايما بنسى كمان اخليها تشينج الاوتفيت قبل ما تبدا الشغل. I think it was a good idea اني ابدا الاول في الحاجات اللي برا البيت، اتخلص منها قبل ما ندخل البيت، لانه I don't know why بس طالما احنا برا البيت ما بتبقاش سكيرد حتى لو في سبيكترز حواليها. at least ده اللي حصل المره اللي فاتت. I don't know هيبقى حاصل كل مره ولا لا. في واحد كمان هنا. beautiful. okay everything is fine so far. اوه في ايد كمان هان. so دلوقتي يا اما ادخل يا اما اعمل سيانس برا. برضو ما جربتش اني اسامن بون هيلدا. اوه I'm gonna try that actually. you wonder هل سامن بون هيلدا برضو هيقلل الانرجي قوي ولا بيقللها بس مش قوي قوي زي perform ceremony. oh hi بون هيلدا hi girly respectful introduction. اوه ولا مرة تكلمنا معاها قبل كده. that's interesting. can we not perform ceremony مع بون هيلدا؟ that's kinda annoying. اوه الباف بتاع القهوة اختفى من عندها. that's sad. اوكي خلينا نعمل perform ceremony وخلاص، لانه I think perform ceremony بيعلي البار مسافة طويلة. and so far energy بتاعها كويس او ياسي، عمال مرة مرة بيقل اول ما تعمل ceremony بيقل جامد، but at least كان كامل على الاخر قبل ما نبدأ. so حتى لو وصل للنص هتبقى يعني still fine. البار متحركش. what the frick what اتحرك ولا متحركش؟ I can't tell. let's see هل في حاجة تانية ظهرت برا؟ I don't think انه في حاجة تانية ظهرت برا. knock on door خلينا ندخل. يلا we can do it. come on Riva. I know الموضوع هيبقى صعب شويتين but you can do it. hopefully hopefully you can do it. alright في objects. اوه في حاجات هان. yes حاجة كمان هان. وفي سبيكترز حمر كتير في المكان. I think اني هعمل watch لواحد منه ونشوفهم عاوزين ايه بالظبط. اوه they're so angry. oh my gosh عاوز offering ولا عاوز يضرنا وخلاص ولا عاوز ايه بالضبط في دنيته. far away from this one it seems to be planning something diabolical. yeah no مش هيقبلوا منا offerings ولا اي حاجة. I don't think ناويين على الشر. so yeah خلينا نحاول نتخلص من objects. اي cursed object موجود في المكان which is yeah I'm not happy about that لانه مفيش منهم كتير. هنضطر نتكلم مع بعض الspectors. ask to leave الاول من غير ما نبريزنت offerings ولا أي حاجة. we'll see how it goes. maybe يسمع الكلام من أولها ويمشي. oh she's scared now. فاضل ربع الوقت بس ولسه البار موصلش حتى قرب الآخر. not fun. وما سمعش الكلام ومشي. present offering خلينا نديله dipped candle. maybe هيحبنا. maybe هيسمع الكلام. nope ما سمعش الكلام. present offering تاني maybe. no مش ضابطة الدنيا. oh that's not good. مش هيكفي الوقت نخلص. no please ما تقوليش ان
احنا نفشل. اوه في اوبجكتس برا، تعالي تخلصي من الاوبجكتس برا. في ايتم هنا وصل بلانتس، مش عارفه تعرف توصل له ولا لا. او يس هتعرف توصل له. بريزنت اوفرينج للاخ ده، نوب ادانا ثامز داون. طيب اسك تو ليف ميبي، نو شكلنا هنفشل. او ماي جاش ويل اند ان ان اور. كل ده بتعمل انتراكشن واحد، كل ده بتطلب منه ان هو يمشي، بتحاول تقنعه وبرضه بيديها ثامز داون في الاخر. شكله ما يبدا يختفوا لانه هيبدا الشمس تطلع. وفي اوبجكت هنا ممكن نتخلص منه كمان. يا اي دونت ثينك هنلحق نخلص قبل ما الوقت يخلص. ميبي اعمل بيرفورم سيرموني كمان، لانه عجد ما فيش اوبجكتس ولا اي حاجه نعملها. That's not good. Alright, so ده المستوى الهارد من في ايتم هان. Also I'm kind of cheating لاني بخليها تتليبورت everywhere. بخليها تتليبورت عند الحاجة اللي عاوز اخليها تعملها، لانه يعني لو خليتها تقعد تتمشى الوقت كله هيروح في التمشية. نظام الراوتينج في The Sims 4 kind of خربان. So I'm gonna cheat, I don't care. يعني مفيش objects ثاني، والسبكترز كلهم اختفوا لانه طلع النهار. فيش قدامنا حاجة نعملها غير ان احنا نيجي نعمل perform ceremony تاني. So let's try that. فضل 26 دقيقة بس. Oh my gosh, I don't think انه هنلحق. I really do not think انه هنلحق. But hey, we'll try حتى اخر لحظة. Oh, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2, 1 and we failed. Holy frick man, that's not good. But hey, أول محاولة لينا في الهارد، في المستوى الهارد. بعد كده هيبقى عندي فكرة إني مثلاً I wonder ممكن نعمل إيه. يعني summon bone hell ده ما ساعدناش حتى. I don't know كان ممكن نتصرف إزاي. Maybe نبدأ من البداية خالص نتكلم مع الاسبكترز. Maybe لو حطلنا شموع في كل مكان هيحصل حاجة. هنستكشف المرة الجاي. But for now هوقف الفيديو. Hopefully يكون عجبكم، Hopefully تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that. واشوفكم مرة جاية إن شاء الله. باي.